اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 7 which is entitled فيثاغورس ثيرم. الليسون بتاعنا النهارده ليسون سهل جدا، انا بعتبره ليسون سهل جدا، ولكن بالرغم من ان ليسون سهل الليسون ده مستمر معاك السنه الجايه واللي بعديها، وبيخش معاك في حلول مسائل كتير ممكن يكون الكي او المفتاح بتاع المساله الثيوري دي. طيب الثيوري دي عباره عن ايه؟ الثيوري دي عباره عن ريليشن، في الرايت انجلد تريانجل بتوين اتس 3 سايدز. يعني هي علاقه ما بين الثري سايدز بتوع الايه؟ بتوع الرايت انجلد ايه؟ تريانجل. يعني عندي التريانجل ده از رايت ات ايه؟ ات ايه؟ طالما التريانجل رايت بيديك الرايت ان انت تشتغل بالسيرم دي، يبقى طالما ان هو التراينجل ده في انجل 90 بيديك الحق ان انا اشتغل بالايه؟ بالسيرم دي. طيب مستر، هل ممكن اشتغل بالسيرم دي في اي تراينجل تاني ما يكونش فيه انجل رايت؟ لا، للاسف لا. الثيوري دي النظريه دي بتستعملها فقط فين؟ في الايه؟ في الرايت انجل دي تراينجل. طيب بتقول لي ايه بقى السيرم دي؟ بتقول لي the square of the length of the hypotenuse equal the sum of the squares of the lengths of the other two sides. طيب يبقى اولا لازم اعرف مين هو الهايبوتنيوز في الايه؟ في الرايت انجل تراينجل. الهايبوتنيوز ده اللي هو الجريتست سايد، اللي هو دايما بتلاقيه قدام الرايت انجل. الرايت انجل بتبص دايما عليه، هو اكبر سايد. يبقى البي سي في التراينجل ده بنسميه الهايبوتنيوز. طيب هل في اسماء للسايدز الثانيه دي؟ اه في اسماء. التو سايدز اللي هم ماسكين لك الانجل بنسميهم ليجز، يعني دي بنسميها ليج، يعني الرجل بتاعت الايه؟ بتاعت الانجل. وممكن برضو اسميه سايد عادي خالص. وهتلاقي الاسم الاكثر استخداما كلمه سايد. يعني لما اقول لك كلمه سايد تفهم على طول ان انا بتكلم عن دول. لما اقول لك الهايبوتنيوز تعرف على طول ان هو الجريتست ايه؟ الجريتست سايد. طيب نرجع تاني نشوف هي بتقول لنا ايه العلاقه دي. العلاقه دي بتقول لك ان الهايبوتنيوز ده لو عملت له سكوير هيكوال معاك الصم. الهايبوتنيوز لو عملت له سكوير هيكوال الصم. الصم بتاع مين؟ بتاع الليج دي سكوير والليج دي سكوير. يبقى الماثيماتيكال ريبريزنتيشن بتاعت الستيتمنت دي الفورميولا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان البي سي سكويرد، ادي البي سي سكويرد ايكوال اي بي سكويرد بلس اي سي سكويرد. اوكي؟ طب ده في حاله ايه؟ ده في حاله لما يكون عندك ده ويكون عندك ده وده مش موجود، تقدر تجيبه بالايه؟ بالصوره دي. زي ما اتكلمنا وقلنا ان الدرس لازم تعرف بيوفر لك ايه او ايه المعلومات اللي بيمدك بيها. الدرس ده بيفيدك في ان انت بتقدر تطلع بيه الميسنج سايز. الدرس بتاع الباراليزم قلنا ان هو احد الدروس اللي بتجيب لي الميسنج انجلز، ما بيجيبليش لينسز خالص في الباراليزم، ولكن فيثاغورس ثيرم دي بتجيب لك لينسز بتاعت الايه؟ بتاعت السايدز اللي موجوده في التراينجل. اوكي؟ طيب فرضا ان ده عندي معلوم والليجز ديت او السايز دي في واحد منها ايه؟ مش موجود. في الحاله دي اجيبه ازاي؟ خد بالك لو انت عندك الفورميولا دي وعايز اجيب الاي بي، يعني عندي البي سي موجود والاي سي موجود، اجيب الاي بي ازاي؟ اخلي دي في طرف لوحدها ازاي؟ اودي ده الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى انا عندي الاي بي سكويرد هيكوال البي سي سكويرد ماينس الاي سي سكويرد. يعني ده سكويرد ماينس ده سكويرد يدي لي ده ايه؟ سكويرد. طب لو انا عايز ده يبقى ده ماينس ايه؟ لا، يبقى الوحيد اللي هيجي بالصم الهايبوتنيوز عندك. طب الليجز لو هتيجي يبقى الهايبوتنيوز سكويرد ماينس الليج الثانيه ايه؟ سكويرد، او ماينس السايد الثانيه ايه؟ سكويرد. طيب تعال نشوف اكزامبل. In each of the following figures find the side length which is denoted by a sign question mark. طيب انا عايز السايد لينث اللي هو ايه؟ denoted بالكويتشن مارك. اول حاجه تشوف هل الترانجل اللي قدامك ده بيديك الرايت، بيديك الحق ان انت تشتغل فيه بفيثاغورس ثيرم؟ يديني الحق. ليه؟ لان انا شايف فيه رايت انجل اهي. يبقى الانجل ايه دي تديك الحق ان انت تشتغل
في بالايه بالثيوري دي. طيب تاني حاجة بقى تشوف مين السايد اللي انت عايز تجيبه. لو هو الهايبوتنيوز هتعمل بلس للسكويرد بتاع تو اذر سايدز. طب لو هو سايد اور ليج هعمل الهايبوتنيوز سكويرد ماينس الليج التانية سكويرد. اوكي عشان ساعات بيحصل لخبطة في الحتة دي. هي بسيطة يعني ان شاء الله ما تكونش موضع خطأ عندك في الايه في الحل. طيب يبقى انا عندي هنا انا عايز اجيب البي سي سكويرد يبقى البي سي سكويرد هي ايكوال معانا ال A B squared plus ال B ال A C squared. اوكي طيب هت ايكوال معايا 15 squared plus 20 squared اللي هت ايكوال معايا 225 plus ال A 400. يفضل في الدرس ده تبتدي تحفظ الحاجات اللي squared دي يعني 20 squared 400 15 سكوير 225 عشان هتقابلك كتير قوي. يبقى هتيكوال معايا 625 وده مشهور جدا طبعا. السايد ده برضك مشهور قوي. طيب اللي انا جبته ده هل هو البي سي؟ هل ده اللي انا عايزه؟ لا مش اللي انت عايزه. ده انت اللي جبته ده السكويرد بتاع البي سي. واحنا اتفقنا لما يكون عندي حاجه سكوير وعايز اجيب لها الاصل. كلمه سكويرد دي يعني باور 2 يعني الاصل بتاعي معمول له ملتبليكيشن 2 تايمز. يبقى انا عشان اجيب الروت بتاعه او عشان اجيب الاصل بتاعه اخد الروت الايه الكورسبوندنج تو الباور ده اللي هو مين اللي هو السكوير روت. يبقى البي سي لوحده هيكوال ايه السكوير روت بتاع 625. سكوير روت يعني ايه؟ كلمه روت يعني اصل او جذر او الاساس. هو طالع لي منين الاساس بتاعه مين؟ انا لما يكون عندي بي سي سكويرد عشان اجيب اساس البي سي سكويرد اجي اخد السكوير روت يبقى هيديني 25 سنتيمتر. طبعا بيجيب الكالكوليتر يعني الروت ده بيجيبه بالكالكوليتر وتبقى انت حافظ ان دي فيمس قوي دي اللي هي ال 625 دي مشهوره قوي ان هي 25 سكويرز. طيب نيجي نبص على هنا هل الترينجل رايت؟ فعلا الترينجل رايت اهو في عند رايت انجل. يبقى انت كده تشتغل وانت مطمن. اشتغل ازاي؟ اقول بقى ان الاي بي هنا سكويرد هت ايكوال الاي سي سكويرد. خد بالك اوعى تقول لي بلس. الوحيد اللي بيجي بالصم الهايبوتنيوز عندك يبقى ده هيبقى ماينس البي سي سكويرد اللي هو هيكوال معانا هنا 15 سكويرد ماينس ال 9 سكويرد. طبعا تبقى انت عارف ان ال 15 سكويرد بتيكوال 225 ال 9 ب 91 اللي هو هيديني هنا 144. هل انا محتاج الاي بي سكويرد؟ لا محتاج الاي بي بس. يبقى الاي بي بس هتيكوال السكوير روت 144 which is 12 سنتيمتر. طيب نيجي هنا انا عايز مين؟ انا عايز الايه السايد ده. السايد ده هايبوتنيوز عندك؟ لا مش هايبوتنيوز عندي ده ليج. يبقى هيكوال الهايبوتنيوز سكويرد ماينس الليج التاني سكويرد. يبقى انا عندي الاي سي سكويرد هيكوال عندي الاي بي سكويرد ماينس مين؟ ماينس البي سي سكويرد اللي هو هيكوال معايا 8.5 سكويرد ماينس 7.5 سكويرد اللي هو هيكوال معانا لو عملتها بالكالكوليتر 72.25 ماينس 56.25. يبقى عندي هتلاقي ان الاي سي سكويرد هيكوال معاك ايه 16. يبقى الاي سي بس اجيب الروت اجيب الاصل بتاع الكورسبوندنج باور which is 2 يبقى السكوير روت للاي سي سكويرد اللي هي 16 هتيكوال معايا 4 سنتيمتر. تعالوا مع بعضينا نشوف another statement لفيثاغورس ثيرم. هنشوف تعبير تاني او نفس الكلام اللي قلناه من شويه بصوره تانية تفهمك شوية معنى فيثاغورس ثيرم. بنقول ايه؟ بنقول ان السم اوف ارياز مجموع الارياز اوف ذا سكويرز للسكويرز اون ذا سايدز. خد بالك السايدز اللي هم السايدز دول اوف ذا رايت انجل اوف رايت انجل تريانجل اللي هي السكويرز ديت مالها از ذا سيم از ذا اريا اوف ذا سكوير اون ذا هايبوتنيوز. يعني هو عايز يقول لك ان لو انا جيت على السايد ده ورحت عامل سكوير وعملت هنا سكوير
وعلى السايد ده عملت سكوير، هتلاحظ الاتي، هتلاحظ ان عدد اليونتس هنا اللي هي تمثل الاريا هت ايكوال معاك اليونتس اللي موجوده هنا بلس اليونتس اللي موجوده هنا. هو ده المينينج بتاع الايه؟ بتاع الثيوري. لما اقول لك البي سي، لو قلت لك بي سي سكوير ده بيرمز لايه؟ ده بيرمز لاريا اوف ا سكوير. ان السايد، احنا قلنا الاريا بتاعت السكوير بتيكوال السايد تايمز اتسلف. تايمز اتسلف يعني معمول له سكوير. اوكي؟ يبقى الانذر ستيتمنت هتقول لي ان الاريا بتاعت السكوير اللي مرسومه على الهايبوتنيوز هتيكوال السم اوف ارياز اوف ذا سكويرز اللي مرسومه على الليجز بتاعت الايه؟ الترينجل ده. اوكي؟ اهي. The area of the square drawn on BC is equal to the sum of the areas of the two squares drawn on AB and AC. انا ما رضيتش ابدا بالحته دي الليسون عشان بس يبقى انت تكون دخلت في الليسون وابتديت تفهمها شويه. طيب تعالى ناخد اكزامبل. الاكزامبل ده برضك مشهور وبيجي كتير. بيقول لي ABCD is a quadrilateral, ABCD quadrilateral in which مديك دي 90 ومديك دي 90, 3, 4 and 13 دي مجموعة لينسز عندك ايه في الشك. عايز اللينس اوف اي سي، عايز اي سي وعايز سي دي. هنتعلم في الاكزامبل ده ازاي اكتب البروف في المسائل بتاعت فيثاغورس السيرم. طيب انا عشان اجيب الاي سي نشوف الاي سي ده موجود في اني تراينجل. هتلاقيه موجود في تو تراينجلز، موجود في الاي بي سي وموجود في الاي سي دي. طيب لما احب اجيبه ولما احب اطبق فيثاغورس السيرم لازم يبقى هو السايد الوحيد اللي مش موجود. يعني لما تيجي تبص في الاي سي دي، اي دي عندك موجود ولكن اي سي مش موجود والسي دي مش موجود، وبالتالي ما اقدرش اشتغل وابدا من الترينجل ده. انا لازم ابدا من هنا. ليه؟ ده موجود وده موجود، ده الوحيد اللي مش موجود، يبقى اقدر ايه؟ يبقى اقدر اجيبه على طول. طيب دايما في مسائل البروف لما بتيجي تشتغل لازم نحدد الترينجل بتاعي. يبقى هنقول مع بعضينا هنا in triangle ABC. سي ماله الترينجل ده؟ دي بقى لازم تقولها، لازم تقول since ان الميجر اوف انجل بي از 90 degrees. يبقى انت في فيثاغورس ثيرم في البروف بتاعك لازم تذكر الجزء ده، لان هو ده الكي، هو ده المفتاح، هو ده اللي بيديك الحق ان انا اقول اللي بعد كده، اللي هو ايه؟ ان الاي سي سكويرد اللي هو زين الاي سي سكويرد هي ايكوال الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد. اوكي؟ نفهم مع بعضينا عشان دي هتعتبر معاك المجموعه دي كده، دي تتحفظ عشان هتتكرر معاك في اي بروف انت عايز تكتبه، طبعا مع اختلاف مين التراينجل ومع اختلاف الايه؟ اسماء الايه؟ السايتس. يبقى هنقول نحدد التراينجل، لازم اقول سينس الميجر اوف انجل بي از 90 او ايا كان الانجل اللي هتبقى رايت عندك، وبعد كده اكتب الايه؟ اكتب الستيتمنت بتاعتي. طيب يبقى انا عندي الاي سي سكويرد هيكوال معايا الاي بي 4 سكوير بلس 3 سكوير هتيكوال معانا 16 بلس 9 which is 25. زي ما اتعودنا بقى ناخد الروت، يبقى الاي سي هيكوال الروت بتاع 25 اللي هو هيديني 5 سنتيمتر. يبقى انا قدرت اجيب الاي سي ب 5 سنتيمتر. ونبتدي بقى نحفظ الفيمس ترينجل، عن ترينجل مشهور جدا اللي هو 3 4 5. الثري سايدز دول مشهورين جدا، هتلاقي 3 4 5، هتلاقي 6 8 10، هتلاقي 5 12 13، هتلاقي 15 20 25. الترينجلز دي كلها مشهوره، وتبقى انت حافظ السايدز بتاعتها. خلاص؟ يبقى انا جبت بقى ده. خلاص يبقى انا بانتقال المعلومه للترينجل ده اصبح عندي 2 نون سايدز وعندي ده بس اللي مش ايه؟ ده اللي مش موجود. طيب انا لما اجيب ده اخد بالي من ايه؟ هل ده هايبوتنيوز ولا سايد؟ تاخد بالك ده هايبوتنيوز، يبقى ده سكويرد ماينس ده ايه؟ سكويرد. تمام؟ يبقى حدد الترينجل بتاعنا. ان الترينجل المره دي ماله؟ اسمه اي سي دي.
ماله؟ سينس الميجر اوف انجل، مين المره دي؟ انجل سي از 90 ديجريز. وكنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ممكن اقول دي سي، على ممكن اقول ان الانجل دي اسمها سي لان انا خصصت قبليها الترينجل. لكن انت لو عايز تقول دي من غير ما تخصص الترينجل قبليها ما اقدرش اقول سي، لان ممكن نعتبرها دي، ممكن نعتبرها كل الانجل دي. اوكي، يبقى لازم هقول اي سي دي لو انا عايز اذكرها بطريقه عامه، ولكن لو انا خصصت الترينجل ممكن اذكرها انجل سي على طول. طيب ماله هنا بقى؟ هنقول هنا السي دي سكوير ايكوال اي دي سكوير ماينس الاي سي سكوير. يبقى انا عندي هنا السي دي سكويرد هيكوال معايا الاي دي سكويرد ماينس الاي سي سكويرد، اللي هي عندي 13 سكويرد، اللي هتيكوال 13 سكويرد ماينس ال5 سكويرد اللي هي 169 ماينس 25 which is 144. وتبقى لازم تبقى انت عارف ان ال 13 سكويرد ب 169، تبقى انت عارف الحاجات دي. يبقى انا عندي السي دي بس، السي دي هيكوال معايا السكوير روت بتاع مين؟ 144، وطبعا عرفناه من شويه اللي هو هيبقى 12 سنتيمتر. يبقى انا عندي ده هيبقى عندي كام؟ ده 12 سنتيمتر. الرسمه دي فيها تو فيمس تريانجلز اللي هو 3 4 5 تريانجل وال5 12 13. تبقى انت عارف ان الريشوز دي بتعمل لك رايت انجل دي ايه تريانجل. نحفظ مع بعضينا 3 4 5 5 12 ايه 13 عشان هتسهل بعد كده معاك الحل قدام، وممكن يجي لك حاجات في اللي تشوز فهتسهل عليك الايه الاختيار بتاعك وانت ايه وانت بتشتغل. طال مع بعضينا نشوف بعض الاكسرسايزز على ليسون 7. بروبلم 1، in each of the following figures find the length of the unknown side. لما تيجي تبص هنا محتاج الميسنج سايد، تلاحظ ان التلات اشكال اللي عندك دول كلهم رايت انجلد تراينجلز. وتلاحظ خد بالك ان انت عايز هنا الهايبوتنيوز وعايز هنا الهايبوتنيوز وعايز هنا الهايبوتنيوز، يعني هو هنا بيدربك ازاي تجيب الهايبوتنيوز الاول. طيب انا عندي هنا البي سي هيكوال ايه؟ البي سي سكويرد هيكوال الاي بي سكويرد بلس الاي سي سكويرد اللي هو هيكوال معايا 8 سكويرد بلس ال6 سكويرد. يعني البي سي سكويرد هيكوال معايا ال64 بلس ال36 which is 100. يعني البي سي هيكوال معايا روت ال100 which is 10 سنتيمتر. يعني الهايبوتنيوز عندك هنا 10 سنتيمتر، وده شيء متوقع لان انت عارف ان في تراينجل فيمس ومشهور اللي هو ال6 8 10 زي ال3 4 5 زي ال5 وال12. لازم اكون متوقع ده يطلع معايا 13، وال12 مع ال16 ده بيطلع 20. تبقى انت الحاجات دي تبقى انت حافظها عشان بتسهل عليك الشغل كتير. طيب نيجي هنا انا عايز الهايبوتنيوز اي سي، يبقى الاي سي سكويرد هيكوال الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد اللي هتيكوال معايا الاي بي سي الاي بي سكويرد اللي هي 12 سكويرد بلس ال5 سكويرد. يبقى الاي سي سكويرد هيكوال 144 بلس 25 which is 169. وتبقى انت عارف 169 دي اللي هي 13 تايمز 13 يعني 3 باور 2، يعني لما اخد الروت ده اديني 13. يبقى الاي سي ايكوال سكوير روت 169 which is 13 سنتيمتر. يبقى ده كده 13 سنتيمتر. نيجي هنا كذلك الاي بي سكويرد هيكوال معايا الاي سي سكويرد بلس البي سي سكويرد اللي هو هيكوال 16 سكويرد بلس 12 سكويرد. يبقى الاي بي سكويرد هيكوال 16 سكويرد اللي هو 256 بلس 12 سكويرد اللي هو 144 اللي هيديني 4 ايه 400. يعني الاي بي هيكوال السكوير روت لل 400 which is 20 سنتيمتر. يبقى ده كده 20 سنتيمتر. طيب نيجي نشوف اللي بعديه. هنا ال 3 ترينجلز دول ار رايت انجل. طيب في ايه تاني؟
اللي انا عايزه ليج ولا هايبوتنيوز؟ لا ليج. بص هنا ليج اهي، ليج ليج، عايز سايد. الهايبوتنيوز عندي موجود، يبقى بالتالي هيبقى السي بي سكويرد هيكوال الاي سي سكويرد. ها ماينس ولا بلس؟ لا ماينس، ان انت بتجيب ليج ما بتجيبش الهايبوتنيوز. الهايبوتنيوز هو الوحيد اللي بنستعمل البلس، يبقى الاي سي سكويرد ماينس الاي بي سكويرد اللي هو هيكوال معايا ال 15 سكويرد ماينس ال 9 سكويرد، يعني ال سي بي سكويرد هيكوال 225 ماينس 81 which is 144. يبقى ال سي بي هيكوال الروت بتاع 144 which is 12 سنتيمتر. يبقى دي عندي هنا 12 سنتيمتر. طب نيجي هنا نفس الكلام، الجريتست سايد اللي هو الاي سي، يبقى البي سي سكويرد هيكوال معايا ال اي سي سكويرد ماينس ال اي بي سكويرد which is 25 سكويرد ماينس 15 سكويرد. يبقى ال بي سي سكويرد هيكوال معايا 625 ماينس 225 which is 400، يعني ال بي سي روت ال 400 which is 20 سنتيمتر. يبقى دي كده 20 سنتيمتر. طيب نيجي الترينجل ده، محتاج الليج دي، محتاج السايد ده، يبقى ال اي بي سكويرد هيكوال معايا ال بي سي سكويرد عشان هو الكبير ماينس ال اي سي سكويرد اللي هو هيكوال معايا 25 سكويرد ماينس 24 سكويرد. يبقى ال اي بي squared equal 625 minus 24 squared 576. لما تيجي تعملوا مع الكالكوليتر ماينس هيديني 49. يبقى ال A B equal root 49 which is 7 سنتيمتر. Problem 7 in the opposite figure مديك right angle triangle ABC or ABD، الاثنين legs دي ممكن تشتغل في الترينجل ده والترينجل ده، ومديك اللينسز اللي انت شايفها، عايز ال سي بي، عايز ال بي دي، عايز ال سي دي. طيب لما يعوز ال سي بي اشوف ال سي بي ده السايد ده موجود في انهي تريانجل بحيث ان يكون هو بس جاست الميسنج. تلاحظ الاتي، تلاحظ ان التريانجل اي بي سي التو سايدز دول معروفين وده مش معروف، يبقى ممكن ابدا من التريانجل اي ده نحدده. يلا ان تريانجل اي بي سي، وزي ما اتفقنا لازم نقول السطر ده since the measure of angle B equal 90 degrees اللي هي تديك الحق ان انت تتكلم وتشتغل بفيثاغورس ثيرم. يبقى انا عندي زين هو سايد ولا هايبوتنيوز؟ لا سايد. يبقى زين ال سي بي سكويرد هي ايكوال معايا ال اي سي سكويرد ماينس ال اي بي سكويرد اللي هت ايكوال معانا 10 سكويرد ماينس 8 سكويرد. طبعا خد بالك احنا من شويه قلنا عندي 6 8 10، يعني متوقع يطلع 6 اللي هي هيطلع معايا ال 100 ماينس 64 which is 36. يعني ال سي بي هي ايكوال الروت بتاع ال 36 which is 6 سنتيمتر. نيجي بعد كده نجيب بي دي. البي دي تلاحظ ان كل السايد ده موجود في الترينجل اي بي دي، يبقى انا ممكن اشتغل دلوقتي على ال A B D. يبقى in triangle A B D since the measure of angle B equal 90 degrees، يبقى ال B D square هي equal ال A D squared minus ال A B squared. هنا المرة دي ده الهايبوتنيوز عندك، اوكي اللي هي هتيكوال معانا ال 17 سكويرد ماينس ال 8 سكويرد اللي هي هتيكوال معانا 289 ماينس ال 64 which is 225. يبقى ال بي دي، يبقى زين ال بي دي ايكوال روت 225 which is a 15 سنتيمتر. يبقى انا عندي الحته الصغيره دي انا جبتها 6
والحته الكبيره جبتها 15 يبقى السي دي يبقى الكبيره ماينس الصغيره يبقى زين السي دي هيكوال ال 15 ماينس 6 which is 9 سنتيمتر. طيب بروبلم اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر عندك تو تريانجلز واحد بس اللي فيه انجل رايت وعندك السايد زين معروفه عايز البي سي محتاج البي سي. طيب مين الترانجل عندي الرايت؟ الترانجل الرايت عندي اللي هو الاي بي دي ده اللي فيه الانجل الرايت اللي ممكن اشتغل وابدا منه. طيب يبقى ان ترانجل اي بي دي سينس الميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ديجريز يبقى زين هجيب بقى اللي هو السايد ده البي دي سكويرد هي ايكوال الاي دي سكويرد ها بلس ولا ماينس؟ لا ماينس ليه؟ ده ليج ده سايد ده ماسك الايه الرايت يبقى ده سكويرد ماينس ده سكويرد ماينس الاي بي سكويرد اللي هو ال 15 سكويرد ماينس ال 9 سكويرد يبقى 225 ماينس 81 which is 144 يبقى البي دي ايكوال روت 144 which is 12 سنتيمتر. يبقى انا قدرت اقول ان ده 12 سنتيمتر في ده. خش بقى على الترانجل ده يلا نشتغل عليه ونجيب ده او تيجي تشتغل عليه وتجيب ده. طب فين الرايت انجل؟ مش موجود. ما اقدرش هنا في الكيز اللي قدامي دي اقول ان السي بي سكويرد ايكوال ده سكويرد بلس ده سكويرد من غير ما يكون في انجل رايت. طيب انا مهمتي الاول اثبت بقى ان في انجل رايت هنا تمام. يبقى دي في حاجه ناقصه ما اقدرش اشتغل دلوقتي. طيب نستفاد بايه بقى من الباراليزم اللي موجود ده؟ انا عندي الدي سي بارلل اي بي يبقى الانجل دي والانجل دي الترنيت انجلز يبقى دي ايكوال 90. يبقى لازم اقول الحته دي الاول لازم ادخل ال 90 دي هنا وبعد كده اشتغل فيثاغورس بعد كده. طيب نقولها ازاي؟ هنقول سينس ان الاي بي بارلل الدي سي and من الترانسفيرسال البي دي از ذا ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل هنا ما اقدرش اقول بقى دي لان انا مش محدد تراينجل فلازم اسميها بالتحديد اقول بي دي سي بتيكوال معايا الميجر اوف انجل اي بي دي ايكوال كام 90 ديجريز. طالما ثبت ان دي 90 اقدر بقى اشتغل دلوقتي بفيثاغورس ثيرم معايا. يبقى في التراينجل سي بي دي يبقى ان سي بي دي سينس الميجر اوف انجل دي ايكوال 90 ديجريز يبقى زين مين اللي انا عايزه؟ انا عايز السي بي يبقى السي بي سكويرد هيكوال معايا السي دي سكويرد بلس البي دي سكويرد اللي هو هيكوال معايا ال 5 سنتيمتر سكويرد 5 سكويرد بلس ال 12 سكويرد اللي هي هتيكوال 25 بلس 144 which is 169 يبقى السي بي ايكوال روت 169 which is 13 سنتيمتر. يبقى ده كده عندي هيطلع معايا 13 سنتيمتر وده متوقع. ليه؟ لان انت عارف ان في تراينجل اسمه 5 12 13 لما بتكون حافظ التراينجل لو جيت انت طلعت دي طلعت معاك مثلا 14 تعرف انت غلطان لان انت عارف ان هي 5 12 13. تعالوا مع بعضينا نشوف بروبلم 11 وانا كاتب لك عليها very important. المساله دي مهمه جدا. ليه؟ انا بعتبرها مساله صعبه. صعوبتها مش في حلها، صعوبتها في ان هي محتاجه منك معلومه من جريد 5. معلومه انت خدتها في جريد 5 طبعا هتلاقي معظمكم ناسيينها. فللاسف ما بتجيش على بالك وانت بتحل. فتلاقي نفسك تحس ان المساله فيها معلومه ناقصه. يعني انت هتتوقع المساله فيها معلومه ناقصه. لكن هي مفيش فيها معلومات ناقصه خالص.
اللي هيبقى ناقص ان انت ناسي المعلومه بتاعه الجريد 5. مع بعضينا نشوف اذا هتحل ازاي. دلوقتي هو مديني الاي بي سي ده رايت انجل تراينجل ات بي، مديني الاي بي ومديني البي سي، وده شيء عظيم جدا لان ده معناه ان انت بسهوله هتجيب الاي سي، مفيش اسهل من كده. هو بقى عايز ايه؟ بيقول لك هات لي البي دي. اوكي تعال نبدا مع بعضينا المساله ونشوف الاي سي هيطلع كام. طبعا 3 4 انت متوقع يطلع 5، يبقى ان تراينجل اي بي سي سينس الميجر اوف انجل بي ايكوال 90، يبقى زين الاي سي سكويرد هي ايكوال معايا الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد اللي هت ايكوال 4 سكويرد بلس 3 سكويرد which is 16 بلس 9 which is 25. يبقى عندي الاي سي روت 25 اللي هي 5 سنتيمتر، وده شيء كان متوقع. طيب يبقى انا جبت كده اللينس ده كله من اول لحد السي ب 5 سنتيمتر. تعال نجيب ده البي دي ده كسايد موجود عندك في انهي تراينجلز؟ موجود عندك في التراينجل اللي اسمه بي سي دي، وده عندي هنا ايه؟ رايت اهو. وطالما ده رايت وده ستريت يبقى خد بالك دي كمان رايت، يعني ده موجود عندي في التراينجل ده وموجود في التراينجل ده. طيب تعال نحاول نجيبه من هنا. لما اجي ابص عشان اجيبه من هنا عندي الهايبوتنيوس ده موجود عندي الفاليو بتاعته، لكن الحته دي البي سي مش عندي، يبقى ما اقدرش اشتغل في التراينجل ده. نيجي نشوف التراينجل اللي جنب البي دي انا عايز اجيبها. طب ده الهايبوتنيوس اهو. طيب هل ده موجود؟ هل الاي دي موجوده؟ مش موجوده، وبالتالي برضك ما اقدرش اجيبه. يبقى انت وانت بتحل هتتوقع ان في عندك داتا ناقصه. لا ما فيش داتا ناقصه ولا حاجه. ايه اللي ناقص بقى عندك؟ اللي ناقص المعلومه انت فوت تفتكرها من جريد 5 اللي هي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك الاريا اوف ذا تراينجل بتيكوال هاف البيس تايمز الهايت. هنا عندي ادي ايه؟ ادي رايت اهي رايت انجلز. يبقى التراينجل ده لما اجيب الاريا بتاعته هجيبها ازاي؟ هقول هاف ادي البيز وادي الايه الهايت. يبقى انا جبت الاريا بتاعت الشكل كله. طب هتفيدني بايه؟ هتفيدني لان البي دي ده هايت، وممكن اجيب الاريا بتاعت الترينجل ده من ناحيه ثانيه خالص، اعتبر ده بيز واعتبر ده ايه؟ هايت. يعني لو دي مش مديك دي ومش مديك دي ومديك ده ومديك ده اقدر اجيب الاريا. يبقى من المعلومه اللي هطلع بيها من التو ليجز دول اللي هي الاريا اروح اقول ان الاريا بت ايكوال هاف الاي سي تايمز البي دي وعوض واجيب البي دي. اوكي يلا مع بعضينا. يبقى هنقول الاريا اوف تريانجل اي بي سي ايكوال هاف تايمز الاي بي تايمز السي بي اللي هت ايكوال هاف تايمز 3 تايمز ال 4 which is 6 سنتيمتر ايه سكوير. ال 6 سنتيمتر سكوير دي هي اللي هت ايكوال هاف الاي سي تايمز البي دي. اوكي اند الاريا هت ايكوال معايا هاف تايمز الاي سي تايمز الاي البي دي. اوكي اللي هت ايكوال معايا هاف تايمز الاي سي انا مطلعه بكام؟ مطلعينه ب 5 تايمز الاي البي دي اللي هت ايكوال 5 اوفر 2 بي دي سنتيمتر اي سكوير. دي نمبر 1 ودي نمبر 2. فروم 1 اند 2 هنلاقي ان ال 5 اوفر 2 بي دي بتيكوال 6. انا عايز البي دي ده يروح الناحيه الثانيه بالريسبروكال بتاعه، يبقى زين البي دي هي ايكوال 6 تايمز 2 ديفايدد 5 اللي هي 12 ديفايدد 5 which is 2.4 سنتيمتر. في حل تاني ان انا ممكن اقول the area of triangle
بت equal half ال base times ال height. يبقى هاخد الاثنين دول واساويهم على طول. يبقى then half ال AB times ال BC هي equal half ال AC times ال BD. طبعا ده كده يروح مع مين؟ يروح مع ده كده. اوكي؟ انا عايز مين؟ انا عايز ال BD. يبقى ال BD هي equal معايا على طول ال AB times ال BC واجيب دي تحت divided ال AC which is 3 times ال 4 divided 5 اللي هي 12 divided 5 which is 2.4 سنتيمتر. خد بالك من الحته دي تبقى انت عارفها بعد كده. يعني ال B دي ده هي equal ايه؟ ال legs نعمل لهم multiplication divided ال hypotenuse على طول. تعالوا نشوف مع بعضينا exercise 12 اللي هو مجموعة الكمبليت اللي على الليسون. نمبر 1 in the right angle triangle the area of the square on the hypotenuse equals what؟ ال area of the square السكوير اللي انت شفته مرسوم ده على hypotenuse equal ايه؟ equals the sum of areas of the squares drawn on the other sides. انت المهم يكون فاهمها وبعد كده عبر عنها بايه؟ باسلوبك. طيب هنا نمبر 2 if xyz is a right angled triangle at x. خد بالك قال لك at ايه؟ at x. يعني لو الانجل عندي الرايت اكس يبقى اللي دول الهايبوتنيوز بتاعك. يبقى هنا الواي زد ده الهايبوتنيوز بتاعك. طيب الاكس واي عندي ب 12 والاكس زد ب 9. هل عندك واي زد؟ لا. يبقى على طول الواي زد هيكوال معايا ال 12 سكويرد بلس 9 سكويرد. ليه قلت 9؟ لان انا هو ده الهايبوتنيوز عندي ده الكبير. ولو مش متاكد ارسمه اعمل كده اهو. هو رايت في مين؟ رايت في اكس وهو اسمه اكس واي زد. يبقى اكيد دي واي ودي ايه؟ ودي زد. يبقى هو الايه؟ الكبير. يبقى 12 سكوير بلس 9 سكويرد اللي هي 144 بلس اللي هي 225 واتفقنا ان الروت بتاعها كام؟ الروت بتاعها 15. طيب الاي بي سي از رايت انجلد تراينجل ات بي ات بي. يبقى الهايبوتنيوز بتاعك اسمه اي سي ومديني ال AB ب 20 وال AC ب 25. مديني بايه؟ ب 25. عايزين هو هنا عايز اكيد طبعا هنا عايز الايه؟ السايد الثالث اللي هو ال BC. يبقى هيبقى ال BC سكويرد هيكوال معايا ال AC سكويرد ماينس ال AB سكويرد اللي هتيكوال 25 سكويرد ماينس ال 20 سكويرد اللي هتيكوال 625 minus 400 اللي هي هتيكوال معايا 225. هي بس مش مكتوبه هنا. يبقى ال BC هيكوال روت ال 225 which is 15 سنتيمتر. طيب نيجي هنا في الاوبوزيت فيجر عايز الاريا بتاع السكوير بي اي دي. عشان تجيب الاريا محتاج تجيب السايد ده وعشان اجيب السايد ده اخش في التراينجل ده. طيب عشان اخش في التراينجل ده هل هو رايت؟ اه رايت لان دي رايت ودي اكيد برضك ايه؟ تبقى رايت. هنا عندي 5 وعندي 13 يبقى ده اكيد ايه؟ اكيد 12. تعال نجيبها. يبقى عندي ال سي بي سكويرد هي ايكوال ال 13 سكويرد ماينس ال 5 سكويرد. يبقى 169 ماينس 25 144. يبقى ال سي بي از ايه؟ از 12 اللي هو روت الايه؟ 144. طب الاريا بتاعت السكوير بتيكوال ايه؟ بتيكوال السايد تايمز اتسلف. يبقى 12 تايمز 12 يديني 144 سنتيمتر سكوير. طيب نمبر 5 بيقول لي a rectangle is of length 8 and width 6. يبقى انا عندي كده ريكتانجل مديني ده 8 وده از ايه؟ از 6. طبعا الريكتانجل كله ايه؟ كله رايت. اوكي؟ طيب then the length of its diagonal. يبقى الدياجونال كام؟ طبعا ده رايت انجل تراينجل في الايه؟ في الانجل دي. يبقى زي ما احنا عارفين 6 8 ايه؟ 6 8 10. شفت بتفيدك ازاي المعلومه دي بقى لما اكون حافظها بتفيدك في التشوز؟ طيب بيقول لك
if the area of the rectangle equal 60 and the width 5 يبقى اللينس بتاع الدياجونال كام؟ طيب انا عندي الريكتانجل لما يكون الاريا بتاعته 60 والويدز 5 طب الاريا بتيكوال الويدز تايمز اللينس يبقى اللينس عندي ايكوال 12 لان ال5 تايمز 12 ايكوال 60 يبقى انا عندي لما يكون عندي ريكتانجل 5 12 احنا حافظينه 5 12 13 من غير ما ترسم بقى يبقى انت حافظها ادي 5 وادي 12 ده لما تيجي تعملها تقول ده سكويرد بلس ده سكويرد يديك 169 تاخد لها الروت تديك كام 30 اوكي نيجي هنا نمبر 7 if the triangle ABC is right at B يبقى عندك ال AC ده الهايبوتنيوز بتاعك then the length the side length of the shaded square is what اللي هو ده الشيدد ده is what هو بيقول لك ال ABC ده right هنا طب خد بالك ده لما يكون 16 سكوير يبقى السايد لينس بكام روت ال 16 اللي هي 4 يبقى ده 4 وده لما يكون 25 سكوير يبقى ده كام السايد ده 5 واحنا اتفقنا ان انا في عندي فيموس تريانجل اسمه 3 4 5 يبقى دي على طول ايه 3 سنتيمتر نيجي اللي بعديها هنا بيقول لي عايز الاريا اوف ذا شيدد سكوير الاريا ده بتاع ده طب ناخد بالنا هنا 3 4 يبقى انت عارف ان ده 5 5 12 يبقى انت عارف ان ده 13 ده ال 13 سكويرد اللي هي 169 يبقى زي ما انت شايف حفظك للفيموس تريانجلز بيسهل عليك حاجات كتير 3 4 5 6 8 10 5 12 13 12 16 20 الحاجة دي تبقى انت حافظها 15 20 25 هم دول اللي تحفظهم بس طب نيجي هنا عايز الاريا بتاع الشيد سكوير عايز السكوير ده طب 1 1 هنا نبقى كام خد بالك بقى نبص على دي هنا الاي سي سكويرد هيكوال ايه ده الهايبوتنيوز عندك هنا يبقى الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد اللي هو 1 سكوير بلس 1 سكوير which is 1 بلس 1 يعني 2 يعني ده معناه ان الاي سي ايكوال روت ال2 يبقى ده كده روت 2 طيب السي دي هيكوال ايه السي دي سكويرد ده هايبوتنيوز برضك هنا يبقى هيكوال معايا ال1 سكويرد بلس الروت 2 سكويرد اللي هي ال1 بلس ال2 which is 3 يعني السي دي ايكوال روت ال3 يبقى انا وصلت لحد هنا روت 3 اوكي يبقى انا تعال نشوف الاي سي سكويرد الاي سي سكويرد هي ايكوال ال1 سكوير سكويرد بلس الروت 3 سكويرد يبقى 1 سكويرد بلس روت 3 سكويرد اللي هي 1 بلس 3 which is 4 يبقى الاي سي لوحده هي ايكوال معايا روت ال4 which is 2 سنتيمتر يبقى انا قدرت عن طريق ان انا بستعمل السيري وانا ماشي كده قدرت اطلع ان ده 2 سنتيمتر يبقى الاريا بتاعت الشيدد سكوير ده هيكوال ايه 2 تايمز 2 ايكوال 4 سنتيمتر سكويرد طالما مع بعضينا نشوف اكسرسايز 13 وده اكسرسايز جميل قوي وشيق بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن في الاوبوزيت فيجر ده بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج ريليشنز از ترو طيب انت الريليشن اللي عندك هنا ايه انت عارف ان هنا الاكس سكويرد بتيكوال السم بتاع التو لينسز دول ايه سكويرد يبقى هتيكوال ال4 سكويرد بلس ال3 سكويرد اللي هتيكوال معانا 16 بلس ال9 which is 25 يعني الاكس سكويرد بتيكوال ال25 يبقى اني واحده عندي هنا اللي كوركت اللي هي تشويس دي طيب نيجي بعد كده في الاوبوزيت فيجر which of the following relations is true طيب انا عندي هنا ال15 سكويرد هيكوال ايه هيكوال الاكس سكويرد بلس الاكس بلس 3 سكويرد وهنا بقى التركه في الحته دي ده ماله ده بيرفكت سكوير وانت عارف ان البيرفكت سكوير ليه اكسبانشن انت عارفه من الفيرست تيرم يعني ده ليه فكه اللي هي الفيرست سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند بلس الايه السكند سكوير يبقى دي هتيكوال معايا يبقى دي 225 هتيكوال الاكس سكويرد بلس الفيرست سكويرد اللي هو اكس سكويرد ليه بلس عشان دي بلس
twice times 3 يعني 6 times الـ x يبقى 6x plus الـ second squared اللي هي 9 يبقى هتيكوال معايا 225 هتيكوال أنا عندي هنا دول like the terms يبقى نعمل لهم combine يبقى 2x squared plus 6x plus الـ 9 نيجي نبص هنا نلاقي ده 225 بتيكوال هنا x squared plus 6x plus 9 لكن انت هنا مطلع 2x squared يبقى لازم اجو فارزر هنا نودي ال 9 الناحية التانية يبقى 225 minus 9 equal 2x squared plus 6x يبقى انا ممكن اخد ال 2 common و 225 minus 9 اللي هي 216 هت equal معايا لما اخد ال 2 common يبقى عندي هنا x squared plus 3x ودي 2 هنا بالديفيجن يديني ان الx squared plus ال3x equal 108 اللي هو التشويس ايه التشويس ده of the following which is true نجيب ال5 squared يبقى 5 squared هي equal الx squared plus x minus 1 squared زي اللي فاتت يبقى 25 هت equal الx squared plus الفيرست squared المرة دي minus عشان في minus هنا twice الفيرست times the second يبقى 2x plus ال1 نكومباين اللايك تيرمز يبقى عندي 25 هت ايكوال 2x squared minus 2x plus الايه plus ال1 نيجي نبص هنا هنا ال5 squared لا هنا مفيش المفروض تبقى squared هنا 12 equal x squared minus x هنا 25 يبقى نجو فارزر شويه فين بعد الحته دي طيب خد بالك هنا عندي هنا 12 طب ما نيجي نودي ده الناحيه الثانيه يبقى انا عندي 25 minus 1 يبقى 24 هت ايكوال معايا 2x سكوير ماينس 2x خد بالك انا عندي هنا 2 2 طب انا اخدهم كومن فاكتور يبقى عندي 24 هت ايكوال 2 لما اخدها كومن يبقى معايا x سكوير ماينس الايه ماينس الx نودي ده هنا بالديفيجن يبقى انا عندي 24 ديفايدد 2 ايكوال x سكوير ماينس x تختم معايا ان 12 هت ايكوال معايا x سكوير ماينس الايه الx اللي هي التشويس ايه التشويس ده طيب نيجي اللي بعد كده A B C D is a square يبقى انا عندي هنا في square اهو A B C and D is a square زين ال A C equal كام يعني اللي هو الدياجونال ده طبعا ده عندي هنا squared طيب ال A C squared هي equal ال A B squared plus ال b c squared وانت عارف ان ال a b قد ال a قد ال b c يبقى هي ايكوال معايا twice اي واحد منهم اللي هو ال a b squared اللي هي عمره طبعا ما يكون ال a b عمره ما ايكوال a b squared يبقى هل هو 4 a b squared ولا twice ال a b squared لا twice ال a b squared نشوف مع بعضنا problem 15 مديك بعض السايد لينسز اللي عندك على الشيب اهو دي 9 البي دي 9 وعندي ده 12 وده عندي 20 الترينجل ده رايت ات بي وبالتالي هشتغل فيه الاول ومديك معلومه ان الاي اي بارلل السي بي ومديك معلومه ثانيه ان الاي اي ايكوال توايس البي سي الاي اي توايس البي سي يبقى على طول ده هنا قبل ما اشتغل اهو ده 20 ايه ده 24 طيب مطلوب مين؟ مطلوب الـ AD عايز الحتة دي ومطلوب الـ AD وعايز الحتة دي أوكي؟ يبقى أنا هشتغل في الترانجل ده الأول هجيب السايد ده كله أشيل منه دي يديني دي جبت دي وعندي دي أقدر أجيب إيه؟ دي حدد الترانجلز هشتغل فيها in triangle ABC هنتكلم بفيثاغورس ثيرم يبقى لازم أكتب الحاجة اللي تديني الحق إن أنا أتكلم بفيثاغورس ثيرم اللي هي إن الأنجل B is 90 يبقى since ال measure of angle B equal 90 degrees يبقى then أنا عايز ال AB يبقى ال AB squared B equal ال AC squared ها minus ولا plus لا minus عشان ده هيبوتنيوز عندي وده leg يبقى minus ال CB squared يبقى هي equal 20 squared minus 12 squared وأنا متوقع يطلع معاك كام لو قلنا 12 16 20 يبقى يطلع معاك 16 قبل ما نطلعه اهو اللي هي هتيكوال معايا ال 400 minus 144
اللي هو هيطلع معايا 256. يبقى ال AB equal root 256 which is 16 سنتيمتر. يبقى كل ده 16. يبقى ال AD هتيكوال معايا ال AB minus ال BD which is 16 minus 9 اللي هي هتيكوال معايا 7 سنتيمتر. يبقى انا كده كده عندي ال AD ب 7 سنتيمتر. اجي ابص على الترينجل ده، هل ينفع اقول ده سكويرد ايكوال ده سكويرد بلس ده سكويرد؟ ممكن اقول لو في عندي انجل رايت، لكن هي مش موجوده. يبقى انا الاول الانجل رايت دي انقلها هنا. انقلها هنا ازاي؟ انقلها هنا عن طريق البارلل اللي هو مدهوني ده. يبقى سينس السي بي بارلل الاي اي اند مين الترانسفيرسال؟ الاي بي اند الاي بي از ذا ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي دي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي سي هتيكوال معايا 90 ديجريز. بعد كده نخش بقى على الترانجل بتاعنا الاي اي دي ان ترانجل اي اي دي سنس الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 يبقى الدي اي سكوير يبقى زين الدي اي سكويرد هيكوال معايا الاي دي سكويرد بلس الاي اي سكويرد اللي هو هيكوال معايا الاي دي عندي ب 7 يبقى 7 سكويرد بلس 24 سكويرد اللي هتيكوال معايا ال 49 بلس 576 اللي هتيكوال معايا 625 يبقى عندي ال دي اي هيكوال روت 625 which is 25 سنتيمتر. وده كان متوقع ان ده هيطلع لي 25 لان احنا قلنا في عندي famous triangle 7 24 25. كده يبقى احنا خلصنا ليسون 7. ليسون سهل جدا، يا ريت تتقن الحل فيه، يعني يا ريت ما تغلطش في مسائل فيثاغورس الثيرم، لان هي المسائل دي انا بعتبرها ايزي ماركس، مسائل سهله بتجيلك هديه، نادرا ما بتجيلك فيها مساله صعبه. المساله الصعبه الوحيده اللي في الجزء ده اللي عملت لك عليها فيري امبورتنت اللي هي بروبلم 11. خلاف كده المسائل كلها بتيجي زي ما انت شايف سهل توصل للايه للحل، يا اما يجيب لك التراينجل فيه رايت انجل تشغل على طول، يا اما هيجيب لك التراينجل ما فيش فيه انجل رايت تجيبها عن طريق البارلل تقوم ناقل اي انجل 90 في التراينجل انت عايز تشتغل ايه تشتغل فيه. وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.